الثاني هجمة منسقة وتبادل كروي يفتح وبايزيد برقصية قوية، الهدف الثالث وفرحة كبيرة فوق المدرجات. الهدف الثاني هو بايزيد تمكن من البصمة على ثنائية واختتم مهرجان الأهداف وفرحة كبيرة بعد. بعد توزيعة مليمترية من المايسترو عثماني والقناص بايزيد برأسية محكمة والكرة في الشباك وسط فرحة عارمة، كان هذا في الدقيقة 61 والقناص بايا يزيد برأسية محكمة يفتتح باب التسجيل ويحرر الجميع. فرحة كبيرة بين اللاعبين والسيسكا سيطرة الزوار تكلل بهدف ثاني وقعه اللاعب بايا يزيد بعدما تلقى كرة من غضبان، وحدث ذلك في الدقيقة 42. بايزيد مسجل هدف الثاني يتمكن من إضافة الثالث مستغلا الخطأ في دفاع الجمعية. ومباغت دفاع الزوار والحارس ربيعي. سيطروا في المرحلة الأولى دون تجسيد للفرص قبل أن يفتتحوا النتيجة في الشوط الثاني عبر لاعب بايزيد